حلقتكم الرمضانية على الوطنية الأولى، حلقة جديدة من الكاميرا الخفية وفكرة جديدة من الكاميرا الخفية. الحلقة هي طلب التدخل صديقي نسيم الرجيشي مهندس الخداع السينمائية باش نفذوا بعض اللقطات في الحلقة. الناس الكل تعرف قد صعيبة مهمة رجال الأمن وقد شاق المهمة هذه، ويقولك الأمن في خدمة المواطن. حابين نعكسوا الحكاية ونحطوا احنا مواطن فجأة في خدمة الأمن باش يعاونوا. ايش ابتك اخذ له سلم له. ايش شرطه معك؟ شد عاون شد ما تخافش شدك لحظه شد ما تخافش شبيك يهرب عليك شد ليه ودي ما تخافش ليه ما تخافش خلي احنا تعال ناخذ تعالوش الامن ليش ليه يا الله يحاول يهرب مطلق النار. اقدر عايز في الجير منا ومنا غزل منا ومنا منا ومنا هي جينا منا ومنا منا قبل ما يجي تعطيني تعيش حل الساك حل الساك هي جينا حل الساك هي جينا حل الساك سامحنا شدك خلينا نختار صعب شدك ما تخاف شدك يحاول يهرب مطلق النار. يا عم خليك خشامك انت عندك شتور ريفيس يا ودي ما عندي شيء يا ودي يديك ربي اللهم صل على محمد خلينا نكمل ودي ما تحركش والله قال يضرب قسما والله قال يضرب بس فك عليه ما تعمل شيء يا ودي يا حاكم ما دي والله نضرب ريه المتزوز نفجر روحي ليه ما تزر ريف اسخو يا مان ما مدخلني شيء والله ما مدخلني شيء ريح اسكوي اللي فيه بيبي كل خيوط بيبي ما ماني خوك يرب عليك بيبي ريح اسكوي يا ريح اما ماني خوك ريح فرد يلا ديرك احنا تعمل شيء والله راهو قال يضرب دبر راسك يا ولد دبر على روحك يا ولد يا حاكم يا حاكم Ha ha ha.